ولنقاش ملف تكثيف الميليشيات استهدافاتها للمصالح الأمريكية في العراق وموقف حكومة الكاظمي من ذلك. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي. أهلا بكم دكتور. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا. أهلا بك. الجيش الأمريكي قال إنه لن يغادر العراق بسبب الضغوطات الإيرانية ووكلائها. كيف يمكن قراءة هذا التصريح في ظل خطة إعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها في الأيام الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. من المؤكد أن المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية أو الإملاءات خلينا نسميها باسمها الصريح على حكومة الكاظمي هي واجبة التنفيذ. والولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت بقواتها واحتلت العراق وسلمت مقاليد الأمور إلى إيران هي تعرف أصول اللعبة أساسا، هي التي ساهمت إلى حد كبير في إنشاء الدولة العميقة في العراق لإفراغ العراق من المحتوى السياسي، وهي تعرف جيدا أن كل الزمر التي أتت بها إلى سدة الحكم هي لا تحكم العراق وإنما من يتحكم بأمر العراق والجانب الإيراني والميليشيات الإيرانية. فبالتالي الآن هذه اللعبة التي تحصل على أرض العراق باتت واضحة للكاظمي ولا غيره يستطيع أن يحمي المصالح الأمريكية في العراق، لأن الميليشيات الإيرانية التي أسست بفتوى ما يسمى الجهاد الكفائي بناء على أمر من قاسم سليماني إلى المرجع الإيراني في العراق، وبالتالي أصبح الحشد ما يسمى الحشد الشعبي هو الأداة الإيرانية التي تنفذ ما تريده إيران لمصالح إيران وليست لمصالح العراق. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أتت لمصلحة العراق، وإنما هذه أصول اللعبة الإعلامية التي انجر إليها كثيرون ويعتقدون أن هناك أعداء واضحا. الآن الاعتداءات التي تقوم بها هذه الميليشيات التي سمت نفسها تسميات جديدة طبعا هي جزء من العملية السياسية وجزء من آلية الأحزاب التي تضغط باتجاهين. الاتجاه الأول هو إضعاف كل ما يمثل العراق بصلة، هذا من جانب، وتسمعون كل يوم ما تقوم به هذه الميليشيات ضد الشعب العراقي وما تقوم به من استهزاء حقيقة بما يسمى بانهلالين الحكومة العراقية، لأنه الكاظمي هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ويعرف جيدا هذه الميليشيات وهي اعترفت بهذا العمل وتعترف وتفتخر به، فلماذا لم يحرك قواته لاعتقال هؤلاء كما فعلوا سابقا باتجاه المقاومين للاحتلال الأمريكي عندما كانت المقاومة، ولا يزال أبطال المقاومة يقبعون في سجون الكاظمي وغيره. فإذا مقاومة الأمريكان ومقارعة الأمريكان هذه لعبة حقيقة إيرانية مكشوفة ومفتوحة، الهدف منها هو محاولة زعزعة الأمر في العراق وحلحلة الأمور باتجاه فرض أمور أخرى ربما على الجانب الأمريكي الذي يعي ويعرف جيدا أن هؤلاء هم أدوات إزالتها تكون سهلة لو أرادت أمريكا أن تكون جادة لما تفاوضت مع الطرف الإيراني لكي تحد أمورها أو تحقق مصالحها في العراق. نعم دكتور، نعود للكاظمي الذي يعد رجلا من رجال حزب الدعوة، تروج بعض الميليشيات أنه رجل أمريكا في العراق، كيف يمكن فهم هذه المعادلة المتناقضة؟ هذا الكلام حقيقة أحكي لك أنه هو الكاظمي المعروف ما هو انتمائه وما هي توجهاته، لكن الإيرانيون الآن يريدون الولاء مطلق لإيران، يعني لما يكون ولاءه نصف لإيران ونصف لأمريكا ويحقق هنا وهناك هذا لا تريده إيران سواء الكاظمي أو غير الكاظمي. إيران تريد ولاء مطلق كما الذين سبقوها من سبق الكاظمي في هذا المنصب. الكاظمي يحاول أن يلعب اللعبة يمسك العصا من منتصف أن يحقق لأمريكا ما تريد ويحقق لإيران ما تريد، وهذا لن يحصل لأنه الجانب الإيراني هو له الدولة العميقة في العراق المتمثلة بالميليشيات المسلحة التي ساهمت إلى حد كبير الولايات المتحدة الأمريكية بتقويتها وإنشائها في العراق لأهداف
معروفة الآن هي تجني ثمار هذا العمل السيء، ودائما التكهنات الأمريكية والإجراءات الأمريكية بالعراق تأتي بنتائج سلبية واضحة على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أن يكون العراق قوي لا أوقفت العملية السياسية التي أنشأتها وهي تعرف أنها فاشلة، ولا ذهبت إلى الأطراف، إلى الشعب العراقي، إلى المقاومة العراقية، الأطراف التي يهم مصلحة العراق بالدرجة الأساس ولا تهم مصلحة إيران، ولكنها لا تزال تتفاوض وتدعم العملية السياسية البائسة التي شهد لها العالم كلها بالفساد. لا تستطيع أن تحمي نفسها، ولا تستطيع أن تحمي هيبة الدولة العراقية، ولا تستطيع أن تحفظ التزاماتها الدولية المتمثلة في الاتفاقات الدولية التي أبرمتها على نفسها، سواء كان في عهد المالكي أو في عهد الكاظمي، وما الارتداءات الأخيرة إلا دليل على واضح على ما نقول. دكتور، لماذا تم اشتراط فتح الحوار الاستراتيجي بين الجانبين العراقي والأمريكي فور تعيين رئيس الوزراء؟ في هذا الوقت لم يكن قد تمت لو أو لم تكن قد تمت تسمية الكاظمي بعد، لماذا هذا الشرط لبدء الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد؟ الأمريكان لديهم خطة واضحة، يريدون استعادة وضعهم الاستراتيجي في العراق من جديد بعد أن فقدوا الكثير منه بحكم تولي الأطراف الإيرانية زمام الأمور في العراق بشكل واضح. أصبحت الهيبة الأمريكية متدنية في هذا الجانب، الكل يتكلم بأنه الخطأ الأمريكي الجسيم هو تسليم العراق لإيران، تطاول إيران على المنطقة العربية، محاولة أنه أصبحت ترى نفسها أكبر من حجمها الطبيعي، فأرادت أمريكا أن تعيدها إلى وضعها التي يجب أن تكون في هذا. لا يعني إخراجها من العراق، ولكن اللعبة الأمريكية أنه تريد أن تستخدمها في الانتخابات الأمريكية، أنها تريد أن تضع جملة من الإجراءات، سواء العقوبات الاقتصادية أو ضرب هنا وهناك للميليشيات دون التأثير عليها بشكل كامل وإنهاء دورها. فأعتقد من هذا الباب أتت لتكون ضمن حلقة دعم الكاظمي من جهة، وفرض ما تريد عليه من جهة أخرى، لأنه الكاظمي نعرف هو أحد أتباع أحمد الشلبي، وأحمد الشلبي هو أحد أزلام الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الجوقة التي أتت بهم أمريكا هم ضمن هذا الوصف. ولكن الولاءات هنا متناقضة، هناك من ولاؤه المطلق لإيران، نعم، وهناك من ولاؤه متذبذب ما بين هنا وهناك، والأمريكان يدركون هذا جيدا. كان هنالك تصريح للكاظمي يتعلق بعدم سماحه لأي جهة خارج عن القانون باختطاف العراق، ما مدى جدية طرح الكاظمي في هذه النقطة التي تتعلق بالخارجين عن القانون والحاملين للسلاح؟ هو أول الخارجين عن القانون الكاظمي، وهو أول من دعمهم، وهو أول من ذهب إليهم بعد توليه مباشرة، فهذا الكلام لا يغني ولا يسمن. والكاظمي هو أول من أعطى لهذه الخارجين عن القانون الصلاحية بقتل المتظاهرين، وما فعله في بابل واضح، وفيما فعل في الناصرية وفي كربلاء واضح جدا ما فعلت هذه الميليشيات. فإذا هذا الكلام أنه سيعاقب أو سيتخذ إجراءات، هذا الكلام ليس صحيحا. ونحن قلنا قبل قليل لو أراد الكاظمي فعلا أن يطبق ما قال، ولو جزء ما قال، لحرك القوات العسكرية، هو قائد عام القوات المسلحة، وعليه أن يقوم بكل من يمس بسيادة العراق، وهؤلاء يتصرفون خارج القانون، وهو يعرفهم ويعرف ميليشياتهم، هم اعترفوا بذلك، وهم ميليشيات معروفة مقراتها ومسمياتها، ويدركون جيدا، وهو رجل المخابرات الذي يجب أن يكون يعرف أكثر مما تعرف الدولة العراقية بمؤسساتها الأخرى. فبالتالي هذا ضحك على الدخول، وهذا ضمن المسلسل البائس الذي يتمزقون به كل من أتى إلى حكم العراق في بداية حكمه، يقول الخارجين عن القانون محاربة الفساد، وبفضل هذا الكذب الذي أصبح مكشوفا وسمجا أصبحت الميليشيات تتزايد، وأصبح الفاسدون في ازدياد، وهم يحمون الفاسدين. شكرا لو لم جزيلا يكن لكم. كذلك لحرك جيشه بالسرعة الممكنة على الأقل لذر الرماد على العيون، ولكنه لم يفعل ولن يفعل.
أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.